حاجة تاني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات الصامتات الساكتات السامعات، فأحييكم في هذه الليلة التي ربما تكون آخر ليلة من رمضان. نرجو الله تعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يجعلنا من المقبولين ومن الفائزين. أردت أن يكون آخر درس لنا من هذه الحلقات أن أتكلم مع حضراتكم عن حسن الخاتمة. نرجو الله أن يحسن خاتمتنا جميعا. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى الناس. هذه رواية فيما يرى الناس دي زيادة جاءت في بعض الروايات. حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة الأول حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. قالوا: يا رسول الله، وكيف يكون هذا؟ قال: سلوا الله حسن الخاتمة. الأول نشرح الحديث بسرعة كده، يعني معناه إيه؟ أن الأعمال في رواية الأعمال بخواتيمها، يعني أهم شيء في العمل إيه؟ ما يختم به. طبعاً ممكن لما أتكلم عن الختام أو حسن الختام ممكن بعض الشباب يقول لك: أوه، الدرس النهاردة عواجيزي كله للكبار، لا أحد يعرف أين ولا متى ولا كيف ستأتيه خاتمته، وربما يأتي الصغير قبل الكبير. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من صبي كان يرجى طول عمره وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من عروس زينوها لزوجها ثم ماتت في ليلة العرس. فالمسألة لا تخص كبيراً أو صغيراً أو مريضاً أو صحيحاً أو كذا أو كذا، الكل معرض في أي لحظة. الله أكبر. والكل يجب أن يسأل الله حسن الخاتمة من قلبه. طيب، كلام سيدنا النبي ما معناه الحديث؟ معناه أن الله تبارك وتعالى كتب عنده أهل الجنة وأهل النار بسابق علمه من أن هذا سيفعل باختياره عمل أهل الجنة، وأن هذا سيفعل باختياره عمل أهل النار. الإشكالية كلها في حتة إيه سبق عليه الكتاب. حد يقول: هل يعقل إن واحد يعيش عمره كله مثلا يعمل طاعة ويجي في الآخر يعمل معصية يقوم يدخل النار وكل الطاعة بتاعته دي تفنى؟ أو واحد يعمل بعمل أهل النار عمره كله وبعدين يجي في الآخر يعمل بعمل أهل الجنة كل المعاصي دي تروح ويدخل الجنة؟ كيف هذا؟ بعض الناس يعني ربما استغرب ذلك. اللي يحل لنا الإشكالية دي رواية فيما يرى الناس. يعني إيه؟ صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. يعني البعض يعمل بعمل أهل الجنة في نظر الناس، إنما هو من داخله لا يرجو وجه الله والعياذ بالله، فطول عمره منافق ونعوذ بالله من هذا، ظاهره غير باطني، فيأتي عليه الكتاب لأنه يخادع. لذلك ربنا يقول إيه؟ إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. ربنا هيقول له بقى: أنت عايش حياتك كلها تخادع، أنا بقى هخدعك في الآخر،
خديعة لا يعلمها إلا الله، بإني لن أوفقك حتى للنفاق الذي كنت تعمله، فستعمل عملا سيئا وتموت عليه. يبقى لو العياذ بالله سوء، يبقى ربنا ما ظلمهوش، لأنه كان يعمل عملا ظاهره الخير وباطنه الشر. فلذلك يبقى كده الحديث ما فيش فيه إشكالية. طيب والتاني، الوجه التاني، هو قدام الناس عاصي وسيء ويفعل الموبقات، لكن ربنا يعلم أن في قلبه خير، وربما يفعل خيرا لا يعلمه أحد إلا الله. يجي ربنا بقى في الآخر يوفقه لخاتمة إيه؟ طيبة جميلة. فسيدنا النبي ما سألوا الصحابة عن دي، قال اسألوا الله حسنى الخاتمة فإن الأعمال بخواتيمها. يبقى يا أحبابنا، حبيت أخلي الدرس الأخير ده عن حسن الخاتمة التي نرجو الله أن يحسن خاتمتنا جميعا. طيب حسن الخاتمة ده يجي إزاي؟ أولا بدعائك ربك، دايما وأنت تصلي اسأل الله أن يحسن لك الخاتمة، في عبادتك، في صلاتك، في طوافك، في ذهابك للبيت الحرام، في كل وقت وحين اسأل الله لنفسك واسأل لغيرك، وادعو غيرك أن يسأل لك هذا السؤال. قل للناس ادعيلي بحسن الخاتمة، ادعيلي أن ربنا سبحانه وتعالى يحسن خاتمتي، ادعو الله لي أن تكون النهاية في شيء يرضي ربنا سبحانه وتعالى. طيب تعالوا بقى نشوف نماذج كده من الخواتم الجميلة. طبعا قبل ما نتكلم عن أي حد لابد أن نتكلم عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكيف اختتم الحبيب حياته بأبي هو وأمه، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب نهاية أجله، بعد أن ذهب إلى مكة فحج حجة الوداع، وهي الحجة الأولى، أو حجة أو حجة الاثنين مشي، حجة أو حجة لغويا مقبولة، حجة الوداع وهي الأولى والأخيرة في حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونزل عليه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلما نزلت تلك الآية الكريمة إذا بأبي بكر الصديق رضي الله عنه يبكي بكاء مريرا، قيل: يا أبا بكر فيما بكاؤك؟ قال: ما بعد الكمال إلا النقصان. ما دام الدين كمل يبقى بعده إيه؟ سيدنا النبي خلاص أدى الرسالة، فعل ما عليه. لم ينزل بعد هذه الآية إلا آيات يعني مش كثيرة، بعض أحكام شرعية بسيطة، وآخر ما نزل من القرآن إذا جاء كسورة، آخر سورة نزلت من القرآن سورة كاملة، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. سيدنا عمر رضي الله عنه كان يدني ابن عباس في مجالس الكبار وكان لازال شابا صغيرا، فكأن البعض أنكر على عمر هذا، قالوا: كيف تجلس معنا ونحن الكبار شابا صغيرا في السن؟ فجاوبهم إجابة عملية، قال لهم: طيب من منكم يفسر لي قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، ما قولكم؟ فكل واحد قال ما قال، هذا يقول يعني إذا جاء الفتح وهو فتح مكة فسبح وكذا، وهذا يقول كذا. قال: ما قولك يا ابن عباس؟ قال: يا أمير المؤمنين، ما أرى إلا أن الله نعى إلينا رسوله في تلك السورة. يعني نعى، يعني أخبرنا بقرب أجل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم اشتدت عليه الحمى في آخر أيامه، حتى أنه كان يصب فوق رأسه قربة وقربتان، حتى 7 قرب من الماء، وهو يضع يده على جبينه الشريف ويقول: إن للموت لسكرات، اللهم هون علي سكرات الموت، صلى عليه الله وآله وسلم.
ثم خرج سيدنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في زيارة إلى أهل البقيع، ودعا الله لهم وقال: يا أهل البقيع، ليهنأكم ما أنتم فيه مما أصبح الناس فيه، أصبحت فتن كقطع الليل المظلم ليلها كنهارها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أصبحت فتن كقطع الليل المظلم لا نجاة فيها إلا لمن ثبته الله تعالى. ثم بعد ذلك رد إلى بيته وهو صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي يهادى بين رجلين، سيدنا العباس وسيدنا الفضل رضي الله تعالى عنهما، حتى حمل إلى بيته في دار عائشة رضي الله عنه، ووضع الحبيب صلى الله عليه وسلم، حتى أنه أذن للصلاة فلم يستطع أن يخرج ليصلي بالناس، وكانت هي المرة الأولى التي لم يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه، وصلى بهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وهنا في هذه اللحظات الحرجة إذا بأصحاب الحبيب يقفون أو يجلسون أمام بيته الشريف، لا يهنأ لهم طعام، ولا يقر لهم جفن، ولا يهدأ لهم بال، لأن أمر مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم يشغلهم، حتى أنه ذات يوم كشف الستار عن بيته ونظر فإذا الأصحاب جالسون، فابتسم في وجوههم وأمر أصحابه أن يعينوه، فاعتلى المنبر وقال: أيها الناس، إن عبدا خيره الله بين الدنيا والخلود فيها، إن عبدا خيره الله تعالى بين الدنيا وبين الخلود فيها وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله. فإذا بهم يبكون، يقول: يا رسول الله، اخترنا نحن. قال: إني قد اشتقت إلى ربي. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أقرئ السلام كل من آمن بي، أقرئ السلام كل من آمن بي ولم يراني، وعليك السلام سيدي يا رسول الله صلى عليك الله وسلم، ولا حرمنا أن نجتمع بك في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ثم رد صلوات الله وسلامه عليه إلى بيته، وهنا انحصر الناس عنه ولم يدخل عليه إلا المقربون، وإذا بسيدتنا الزهراء تأتي إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم ورجلاها لا تكادان تحملاها، وكان حبيب القلوب إذا دخلت عليه قام لها وقبل بين عينيها وقال مرحبا بأم أبيها، غير أنه في هذه اللحظات لا يستطيع أن يقوم لها كما كان يفعل، فإذا بها تبكي وتقبل جبينه الشريف وتقول: واكرباه على كربك يا أبتاه. قال لها الحبيب صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة، لا كرب على أبيك بعد اليوم، لا كرب على أبيك بعد اليوم. وإذا به يهمس في أذنها بكلمات فتبكي، ثم يهمس في الأذن الأخرى فتبتسم، فقالت بعد ذلك: إنه أخبرني صلى الله عليه وسلم أنه مقبوض فبكيت، ثم أخبرني أني أول أهله لحوقا به فأسعدني ذلك. وبعد ذلك أحبتي في الله اشتدت الحمى على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونزل عليه جبريل عليه السلام وقال: السلام عليك يا رسول الله، إن السلام يقرئك السلام، وقد أتى معي أخوك ملك الموت، فلو أمرتنا أن نرجع ولا نعود إلى يوم القيامة لفعلنا. فإذا بالحبيب يقول: بل إلى الرفيق الأعلى، بل إلى الرفيق الأعلى، بل إلى الرفيق الأعلى، لتفيض أطهر روح عرفتها الأرض كلها روح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تفيض الروح الطاهرة إلى البارئ جل وعلا،
وإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يغسل في ثيابه لا كغير البشر. فكان الفضل بن عباس وكان علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع وأسامة بن زيد يعاونهم في تغسيل الحبيب، وكانوا يغسلونه دون أن ينزعوا عنه ثيابه. يقول أسامة: والله كنا نصب الماء ولا ندري من الذي يحمله، لعلها ملائكة قامت عنا بغسل الحبيب صلى الله عليه وآله. وإذا بهم يدفنونه صلى الله عليه وسلم في مكانه، وتدخل عليهم الزهراء رضي الله عنها وهي تقول: أهان عليكم أن تحصوا التراب على رسول الله؟ فقالوا لها: والله كنا نود أن نجعله بين الأرض والسماء، ولكن قرآن نزل على أبيك صلى الله عليه وآله وسلم، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ليفضي إلى ربه سيدنا الحبيب. اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء ليس مخلدي، وإذا أردت الصبر عند مصيبة فاذكر مصابك في النبي محمد. لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى المعاصي والذنوب كما هي. خاتمة الحبيب صلى الله عليه وسلم ونعمة الخاتمة، خاتمة إلى جوار الرب جل وعلا في مقعد صدق عند مليك مقتدر. سيدي يا رسول الله، أما موتتك التي كتبها الله عليك فقد ذقتها، وإنك في قبرك حي ترد السلام على كل من ألقى إليك السلام، وإن موعدنا وإياك حوض الكوثر الذي نرجو الله أن يسقينا منه جميعا شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. أحبتي في الله، إن الصالحين كلهم يختتمون حياتهم بذكر الله تعالى. يقول الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة. فمن أراد أن يختم له بها فليكثر منها في الدنيا، وليكثر من قولها، وليكثر من الصلاة والسلام على الحبيب، وليذكر الله على كل حال، وليتق الله كل صاحب معصية، ويتخيل أنه ربما يأتيه الأجل عند هذه المعصية فكيف يلقى الله وهو فيها. فإن الإنسان والعبد يتهيأ إلى الله. يحضرني أيضا موقف عظيم لبعض صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم حينما كان في الحج، فوقصته الدابة يعني رفصته، فوقع ميتا وهو في عرفة محرم. الله أكبر. فقال الحبيب صلى الله عليه وآله: لا تخمروا رأسه وغسلوه في ثوبيه بماء وسدر، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يبعث المرء على ما مات عليه. يا رب العالمين، إنا نسألك في هذه الليلة المباركة العظيمة أن تجعل ختام أيامنا في الدنيا على وجه أنت ترضاه عنا، وأن تيسر لنا النطق بالشهادتين عند الفراق، وأن تجعل آخر عهدنا وكلامنا من الدنيا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. أحينا عليها وأمتنا عليها، واحشرنا يوم القيامة تحت لوائها. أحبتي في الله، إني يعني أستبيحكم العذر، وإني أستسمحكم إن كان قد بدر شيء يعني مني لكم، أو أن أكون قد قصرت في شيء، وإني لأعلم أن شأن ابن آدم التقصير. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولكم، وأن يجمعنا بهذا الحب في الله، لأن الدنيا ليست هي دار اللقاء، وليست هي دار التي نحياها، إنما نتطلع إلى دار لا فراق بعدها. أما في الحياة الدنيا فهي جمع وبعده فراق، وهي كذلك لا تدوم على حال. فنرجو الله تعالى يا أحبتي في الله أن يجمعنا بالحب في الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله يوم القيامة. تقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال، وتقبل الله منا ومنكم كل الطاعات والصالحات،
وجمعنا الله بكم على خير وإيمان. إن شاء الله نلتقي في صلاة العيد بإذن الله، ويعني نتمنى اللقاء الأكبر في ظل عرش رضا الرحمن تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن الله لنا ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.